انا رشدي ترى عنده الباك، انا عندي لاباك انا، واش انا الفورمة ديال واحد عنده الباك. شي طاجين يطبخ وحنا في واحد القرعة. هذه فيها عرض كتكون في فيرسي واحد اخرى، فيها دي ميساج زعما تعبروا فيها توجهات يعني توشي معيشي وهادشي اللي كاين. يعني كيفاش الفكره ديال العمل؟ ديسكتي هو اللي كاتب النص، هو اللي كاتب الصلاحيه، الفرقه ديال الاستاذ عبد الوالي حضور يعني ممثلين كبار في العمل في قلم كوميدي هزلي اللي حنا كنطرقوا فيه لواحد العدد ديال المشاكل كنختموا بالبرلمان وما يحدث في البرلمان الى اخره. هذا هو العمل المسرحي. بالنسبه للعرض المسرحي فكاين تفاعل جيد من طرف السكينة ديال الحي المحمدي اللي هما دائما تنعرفوا بانه من عشاق المسرح ومن عشاق الفن، فكيبقى الحي المحمدي متميز بهذه المسألة هذه ديال انه كيعشق الفن والفنانين وكيحضر الكتافات تبارك الله ما شاء الله وكيواكب كاع الأعمال الفنية وحنا سعداء لأننا كنكونوا سعداء بعدا قبل ما نجيو للحي المحمدي لأننا تنعرفوا بأن كاين واحد غادي يكون واحد التفاعل تبارك الله العرض راه كان مزيان ما شاء الله. الجمهور ملك، هو الجمهور هو اللي اختار الفنانة ديالو، هو الجمهور ديال كاع الفن كل التجليات ديالو، الموسيقيين والمغنيين الفنون وحتى الرياضة، الجمهور شو ما نقول أنا جمهور ديالي يعني ملكي. لا ماشي ملكي انا، ملك حد عدد كبير ديال الفنانين والفنانات في مختلف الفنون، ما كنقدرش انا ما كتخرجش ليا الكلمه، كنقول الجمهور الكريم، كنقول الجمهور العزيز، الله يحفظه الله يطول في عمره الله يخليه لينا، تنعرفوا بان في حفلة كيتبع الاعمال ديالنا كاملين حنا كفنانه، فكل احترام وكل تقدير وكل محبه وكل موده حنا كنعرفوا بانه كيبغينا. السلام عليكم ورحمه الله. المسرحيه اللي قدمنا اليوم اللي هي مسرحيه بلوكاج مع الجماعه ديال الحي المحمدي مشكورين اللي كيقوم بمجهودات جباره من الناحيه الفنيه والثقافيه. من بعد سنين من الجائحه الحمد لله المسارح الان تنطلق والمسرح ينطلق ولقاءات مع الجمهور. المسرحيه ديال بلوكاج هي مسرحيه اللي دارت في 2015 ولحد الساعه مازال كتلعب، واحد ان ستيل اللي فيه خليط ما بين المدارس وكذلك من المدرسة المغربية مع مجموعة وثلة من الفنانين المغاربة، الأستاذة الكبيرة فاطمة الشاي وكذلك الأستاذة الفنانة الكبيرة فاطمة النوالي اللي هي رئيسة الفرقة ديالنا وكذلك الفنان المحبوب رفيق مبكر. المسرحية من إمضاء المتميز المخرج إدريس السبتي. اليوم قدمناها لجمهور الحي المحمدي مشكورين على حفاوة ديال الاستقبال ديالهم، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى مع الجمهور المغربي في مسرحية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الفنان الكوميدي المسرحي السينمائي سيدي بوعيش. أنا اليوم كنت واجد في المركب الحي المحمدي، كنتفرج في الإخوان ديالي والأساتذة، الأستاذة فاطمة الشير، رفيق بوبكر، الأستاذ عبد الله شيشة، الأستاذ النقيب إدريس السبتي. أنا كنت واجد في هذه المسرحية، عجبتني بزاف وكنت منانين بون كوراج، وتبارك الله المسرحية زوينة. اليوم أول مرة نتفرج فيها، مسرحية زوينة والحمد لله. كنبغيو نشكروا طاقم التصوير كامل، الطاقم التقني كامل ديال إدريس السبتي، وتبارك الله عليكم. وكنشكروا القنوات اللي جاوا عندنا، انتم الارواح، انتم الاجمل، انتم الامتع، واللي كيصوروا فيا حتى انتم راكم عزاز وكنبغيكم بزاف. انا كنتواجد في المركب الحي المحمدي.